إذا بدي خبرك عن طفولتي، ما كانت أحلى طفولة. يعني أنا فقدت والدي كان عمري 5 سنين، وكانت طفولة شوي صعبة، لأنه أنا ربيت على فكرة أنه أنا رجال البيت وأنا اللي بدي أكون محمل كل مسؤولية العائلة وبعدني. فما كانت سهلة كتير على حدا عنده هالهم كله أو هالمسؤولية كلها كمان أنه يحقق طموحه بنفس الوقت. فوصلت لمرحلة بدي نقي، يا أما أنا طموحي يا أما عائلتي. ويمكن أخذت معي فترة طويلة أن يكون عم بعطي للناس أكثر ما عم باخد أنا، بس كنت بعرف من أول نهار أنه أنا بدي أوصل لهي المرحلة، وبدي أوصل لأن يكون عم مثل وأن يكون إعلامي أو على التلفزيون، لأنه هيدا الشيء من الأساس كان هدفي. قدوتي هي أمي، لأنه مثل ما ذكرت هي كانت بمرحلة كتير كبيرة من حياتي، هي بي وهي أمي بنفس الوقت. فأكيد هي قدوتي، لأنه ما قد ما أعمل بدي كتير بعد لحتى أوفي شوي من شو عملت معنا أنا وإخواتي بنحن وصغار، وإن شاء الله أكون بهالوقت عم بقدر شوي أني كافية عن اللي عملت. كل شخصية مستفزة، كل شخصية ما بحبوها الناس، أنا بتستفزني وبحب أني أعملها. بس يمكن أكتر شخصية عبالي ألعبها هي يكون عم بلعب حدا عنده حدا من ذوي الهمم او ذوي الاحتياجات الخاصه، لانه بحس انه بعدنا بدراما كثير مقصرين بانه نفرجي هول الناس وانه نفرجي احتياجاتهم. يعني بعد في رسائل كثير نقولها عن هول الاشخاص بعدنا ما عم فينا نحكي. اول تجربه مهنيه، انا تخرجت بال 2014 ودغري من بعد ما خلصت جامعه اشتغلت بقناه LBC كونتنت بروديوسر لبرنامج حواري. في كتير أعمال، يعني أغلب الأعمال اللي اشتغلت فيها عن جد بفتخر إني اشتغلت فيها لكتير أسباب. أول شيء للخبرة اللي أخذتها من الأعمال، للخبرة اللي أخذتها من الممثلين اللي كانوا معي، ولوقفتي قدام ناس أنا بعتبر شخصياً إني ربيت على أعمالهم، مثل تقلى شمعون، مثل ظافر العابدين، مثل كتير غيرهم كمان. يمكن أكتر مسلسل عن جد بنبسط إني اشتغلت فيه هو الزوجة الأولى، اللي هو آخر مسلسل اللي انعرض أول جزء على الجديد، لأنه أول مرة كنت بلعب شخصية هالقد دقيقة وهالقد عميقة وهالقد مركبة، والحمد لله قدرت أعملها بشكل بعتقد أنه كان حلو. أهم نصيحة فيه أعطيهم إياها هو أنه ما يستسلموا، لأنه أنا وبعرف أنه كتير ناس غيري أكيد كان في كتير مراحل بحياتي كان معقول أقول خلص لهون وبس ما فيني كفي، لأنه كل إنسان بيقطع بمراحل كتير بشعة، كتير ناس بتتسكر بواب بوجهن. فأهم شيء هو المثابرة والطموح، وأنه نكفي للآخر ونقول أنه حتى لو وقعنا فينا نوقف وفينا نوصل. هلأ بعدني شوي صغير على الانتقادات، ما كتير سمعت قصص ثقيلة، بس يمكن الناس يلي ما بتقدر قديش ممكن تكوني عم تعملي افور أو ممكن تكوني عم تعملي جهد لحتى توصل اللي عم توصلي له، الناس يلي بتنسى شو معقول تكوني قاطعة بنهارك لحتى وصلتي لهون، هاي الناس تستفزني شوي. بس انتقادات سمعتها بعد ما سمعت انتقادات. اسمه دور تمثيلي، فباخذ كل شيء، ومثل ما قلت قبل باخذ الاشياء المستفزه. يعني يمكن بالعكس بفتش على الدور يلي بخالف مبادئ الناس بتعرفها والناس بترتاح معها لحتى اعمله لانه مستفز. اكيد باخذه لسبب هو مثل ما حكيت عن ذوي الهمم، كمان المثليه الجنسيه اليوم من المواضيع يلي لازم تتضوى عليها أكتر اليوم بالدراما اللبنانية. حضرنا كتير خيانة وكتير زواج وكتير حب، بس في كتير تفاصيل بحياتنا بتمرق عنا كل يوم. أنا عندي كتير ناس بلتقي فيهم بحياتي مثليين جنسياً، وهيدا خيارهم وحريتهم. عندي كتير ناس بلتقي فيهم عندها احتياجات خاصة، هون الناس تحديداً بعدها مش أخذي حقها بالدراما، فأكيد بالعكس بكون مبسوط إني عم بعمل هيك دور. الفترة الأخيرة للموت بعتقد من المسلسلات اللي بتمنى يا ريتني كنت موجود فيها، اذا عم نحكي مسلسل لبناني. وعربيا كل مسلسل للراحل حاتم علي كنت بتمنى انه يكون واحد من شخصياته. ما كنت قايل انه ينجح، بس كنت كثير خيفان لانه كان كثير صعب، يلي هو شخصيه روي بمسلسل الزوجه الاولى. شخصيه صعبه لسبب انه هي شخصيه في عندها كذا لاير، يعني في عندها كذا، إذا بدك كذا وجه، في عندها الماضي يلي بتشفقي عليها فيه، وفي عندها الحاضر يلي بتسبي له وبتقولي ليش هيك عم يعمل بالناس. فهيدي النيانس بين انك تكرهي هالشخصية أو انك تحبيها وتشفقي عليها وتبرري لها أعمالها كانت كتير صعبة إني أوصلها. وكانت تحدي كتير كبير لإلي، وبعتبر هي من أكثر الشخصيات اللي خفت منها، بس بعتقد هي أكثر الشخصيات يلي الحمد لله ضربت والناس عرفتني فيها. إني
يفوت على التمثيل اصلا، لانه كانت بين انه اكون حكيم العائله وبين اني امثل. ورحت على الجامعه لما كنت بدي اعبي اول ابلكيشن، كانت رايح اعمل حكيم هيك الفخر وعلاماتي عاليه والناس مبسوطه فيي. اول ما وصلت وبدي اكتب كتبت اوديو فيزيوال، وكنت عارف انه بدي اوصل لهون. شوف انه عندنا طاقات كثير بلبنان، وفي شباب مثلي وحتى جيل اكبر شوي كمان مش اخذين حقهم ابدا بالدراما اللبنانيه. يمكن الحق على الانتاج، لانه يمكن انتاجنا اللبناني عم بيركز اكثر اليوم على البان ارب او على الاعمال المشتركه ليبيع، بس ايام كثير عم ينسوا الممثل اللبناني وعم ينسوا انه في عندنا كثير طاقات لبنانيه وكثير شباب خريجين من الجامعات قاعدين ببيتهم عم يتفرجوا على المسلسلات يلي بكثير مرات حرام تكون عم تنحط على التلفزيونات. ف بزعل بس على أولاد جيلي يلي بعرف إنه كتير كتار قاعدين بالبيت وكتير عم يتعبوا لحتى يوصلوا، بالوقت يلي عم تنحط مصاري وينحط جهد وإنتاج على ناس تانية يمكن عم يجربوا يطلعوا منها موهبة وهي منها موجودة. فضل المسرح أكيد، لأنه فيه هيك علاقة حلوة مع الجمهور ومباشرة معهم. المسرح كتير ضعيف يمكن لأنه الناس يلي عندها إيمان بالمسرح كتير قليل. يعني إذا بهلأ بذكر لك أسامي خاصة بالمسرح أو عندها إيمان بالمسرح يمكن بينعدوا على أصابع الإيد الوحدة، منهم أكيد أولهم جورج خباز وكتار غيره اليوم. بعتقد الناس يلي عندها إيمان بالمسرح خفت كتير، يمكن للمردود المادي، لأنه اليوم صارت حتى الفنانين صاروا شوي يفتشوا على أنه شيء يكون عم يعملون مردود مادي أكتر. المسرح ما بيعمل مردود مادي، بس أكيد بيعمل فن أحلى بكتير من التلفزيون والسينما. آخر أعمالي هلأ خلصنا تصوير الجزء الثاني من الزوجة الأولى يلي رح ينعرض قريباً على الجديد، وفي فيلم مع المخرجة كارولين لبكي صورنا خلصنا من تصويره كمان رح ينعرض بالسينمات بإذن الله يا الشهر الجاي يلي بعده وبس.